مساء الفل. النهارده هعلمكم ازاي تستبدلوا ادويه البورن بروفيشن ديت بادوات بسيطه موجوده عندكم في البيت. اول حاجه حابه اتكلم عنها هي الكحول. دايما بيجي اسئله ان استخدم كحول تاني، انا ما عنديش كحول دوت، اعمل ايه والكلام ده كله. فانا حابب اقول بس حاجه بسيطه جدا، استخدم اللي عندك في البيت، اللي عندك واللي تقدر تحط ايدك عليه تقدر تستخدمه بكل بساطه وسهوله. وانا بستخدم رام باكاردي وانت عندك رام كوبانا، استخدم الكوبانا، مش هقول لك لا والدنيا تمشي معايا زي الفل. تاني حاجه البتاعه ديت اللي انا بحطها على الاذن فوق عشان تسهل عليا عمليه الصب، لو مش موجوده هنشيلها خالص، مش مشكله الدنيا تمشي زي الفل. فاحنا هنشيلها خالص وخلاص مش محتاجينها بعد كده. بعد كده عندنا عصاره الليمون، دي موجوده عند اي حد، ولو مش موجوده هتقدر تجيبها بسهوله من اي محل اجهزه منزليه. بعد كده عندنا المصفه ديت، دي انا بحطها بس على الشيكر عشان ما اوقعش ثلج او اي رواسب تانية، فدي لو مش موجوده ممكن نشيلها خالص ونستخدم مصفه عاديه اهي. بعد كده عندنا البتاع ده اسمه مادلر. اما اجي مثلا اعمل موخيتو او حاجه فيها ليمون ونعناع وانا مش عايز اعصرهم، عايز اطحنهم بس، بحطهم في عرق الكوبايه وبضغط عليهم كده عشان اطحنهم. لو عندك حاجه مثلا ايد هون او حاجه مسطحه ممكن تشتغل بيها، لو ما عندكش ممكن تشيلها خالص. هتجيب معلقه عاديه، معلقه كبيره، هتتني المعلقه كده وتشتغل بيها كده. بعد كده عندنا المعلقه الطويله ديت، دي مثل المعلقه ان هي ايدها رفيعه وطويله، فتبقى اسهل في عمليه التقليب لو في تلج. لو مش موجوده حاول تشوف اي معلقه ثانيه ايدها رفيعه. انا ما عنديش معلقه ثانيه ايدها رفيعه قوي، بس عندي معلقه ثانيه هي دي قريبه يعني ايدها رفيعه شويه ومش بنفس الطول، فحاول تشوف حاجه بديله طويله على قد الكوبايه بتاعتك وايدها رفيعه عشان ما تجيش في طريقه التلج. بعد كده عندنا المعيار ده اللي انا بعاير بيه كل حاجه، اللي مثلا عايز اعرف انا باخد قد ايه والكلام ده كله. دي صعب انك تلاقيها بصراحه، فلو مش موجوده هنجيب كوبايه زي ديت. ده كوبايه بلاستيك مكتوب عليها المقدار من الجنب كده، موجوده مع في اي محل اجهزه منزليه. دي كانت بتاعت عصاره ليمون، فسهل انت تجيبها، مش صعب خالص، ممكن تستبدل ديت بديت. اخر حاجه عندنا هي الشيكر ده، هما كوبايتين المونيا او ستانلس ستيل بيركبوا في بعض كده وبمكس بيهم كل حاجه. لو ما عرفتش تحط ايدك على كوبايتين ينفع يركبوا في بعض كده، مش مشكله ممكن نشيلهم خالص. انا كان عندي زمان ده شيكر بتاع الجيم، كوباية كبيرة بلاستيك بتقفل كده من فوق، أي حد بيروح جيم هيبقى عنده حاجة زي كده. دي بنفتحها نحط فيها الكوكتيل بتاعنا أو المكونات بتاعتنا، وبعد كده نقفلها كده. بعد كده حط صباعك من هنا فوق عشان ما تتفتحش منك وأنت بترج، وتبتدي تميكس كل الحاجة فيها مع بعض. بس كده زي ما احنا شايفين استبدلنا كل أدوات البروفيشنال بأدوات عادية موجودة عند أي حد في البيت، بحيث الموضوع يبقى أسهل وأسرع والدنيا تمشي كويسة معايا. بعد ما استبدلنا الادوات دي كلها بقى عايزين نشوف فيديو عملي بنعمل فيه الكلام ده باستخدام الادوات ديت. هتلاقوا فيديو هنا انا عامل فيه كوكتيل بستخدم فيه ادوات عاديه جدا بسيطه، شلت كل ادوات البروفيشنال منه واستخدمت الادوات ديت بس. اخر حاجه حابب اقولها، اشتغل بامكانياتك واشتغل باللي تقدر تحط ايدك عليه، مش لازم عشان ما عندكش شيكر ما تعرفش تعمل كوكتيل، لا شوف اي حاجه ثانيه تنفع تشيك فيها واشتغل بالامكانيات اللي عندك.